اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي. طبعا هذا اليامها الجديد سي في بي 99 بي، معناته البلاك، قيمته 40520 درهم. طبعا هذا الشكل، شوفوا هذا شكله، هاي السماعات والشاشة الكبيرة، وعندكم هني اليو اس بي، مكان اليو اس بي شكله. لاحظ هني هذا الفويس والونتر سيتنج، كان ارينجر لكن هذا كلافي نوفا. هاي الشاشة، ستايل، هاي السماعات. طبعا هذا صوت البيانو يا جماعة، مثل ما تشوفون، شوفوا كيف الميزة الحلوة، حاطي لك صورة البيانو وأنواعه، الجراند بيانو وأنواعه. أنا الحين في البيانو اللاير يسمونه، السستن اللي تسمعونه جاي لان في دواسات ثلاث، كل بيانو معروف ان في دواسات ثلاث. انا ضاغط تحت الحين على السستن، اختار صوت ثاني اسمه سي اف اكس فات باد. سي اف باد ديمو اللي جاي معاه، لكل صوت ديمو. الحلو في اليامان ان كل صوت حاطين لك معاه ديمو، عشان ما تم انت تعزف وتعب نفسك تضغط على صوت ديمو. سمعوا الديمو، حلو. نختار صوت ثاني، استديو جراند بيانو. طبعا نروح عند هذا الحين، انتم في فئه اللي هو البيانو. البيانو يتكون من هالفئه، تشوف كم بيج، ثلاث بيجات بيانو، هاي رقم ثلاث، اثنين هاي رقم ثلاثه. طبعا كلكم تعرفون الدي اكس 7، هذا مشهور في الثمانينات، دي اكس 7 اللي هو السينثسايزر الياماها، الاصوات موجود عندك، الدي اكس 7 كله نقلوه عندك هني. نشوف معاكم اصوات الدي اكس 7، شوف كله عندك دي اكس. نشوف دي اكس 7 اللي هو سويت، دي اكس 7 ديناميك، يعني دي اكس 7 دريمز، جميل جدا. يعني نقلوا لك سنة 1980، حطوا لك اياه في 2023، الاصوات الجميلة. يعني ما حد يروح يدور يقول لك لا والله دي اكس 7 نازل ثمانينات وين بلقى اصوات، جابوا لك اياها كلها هني. اذا رحنا عند الجيتار، فئة الجيتارات، شوف مجرد ما تضغط على اي مجموعة تطلع لك الجيتارات، وكل جيتار بالعلامة مالي هني. تشوف النايلون، حاطين لك نايلون جيتار، تختار ستيل جيتار، كل الستيل. نسمع النايلون الديمو، الفلامينغو، فلامينغو جيتار، نسمع الديمو، طبعا شيء جميل. انا ما بطول لان كل الاصوات موجوده عندكم. السترينجز، نسمع السترينجز مثلا الفوكال، على الفوكال اللي هو الاصوات اللي هي الهيومن. نسمع هني الديمو، نسمع الدو، الدو دو دا دي دي، نسمع دو 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 د
خلاص بس سترينجز، السترينجزات هي كمانات والفوكال، يعني روح تشوف الفوكال كم عندك، واحد اثنين ثلاث، ويتكون من ثلاث بيجات. نشوف الجاز فوكال، الجاز فوكال مثلا دي بي دو بي، اسمعوا طبعا اذا رحنا على البراسات ورحنا على البركيشن والسينثسايزر، طبعا سينثسايزر معروف، نختار مثلا شيء جميل مثلا 18 ليد، مثلا نختار اربيجيو. طبعا ما بطول لان كثير كثير من الاصوات، طبعا هو عبارة عن ما يفرق عن كأرينجر، يعني حين هاي الأصوات، هاي الإيقاع مناخذ مثلا إيقاع، شوف الإيقاع مناخذ كول بيت، اسمع معاكم مع الوان تاج سيتينج، نختار الأصوات عندك جميع البوب. يتكون لك البوب، مجموعة البوب اند روك 6 صفحات، الكانتري 3 صفحات، الستاندر جاز صفحتين، الانترمينت 4، اللاتين وورد اند، هذا شوف يتكون معك البرازيل وكوبا والمكسيكو، كل الاصوات يعني اللي قاعد تختارها. طبعا شيء جميل، الاصوات جميلة جدا، وفي اصوات جديده نزلت في عندكم مثلا في البيانو السي في اكس ما كانت موجوده في الموديلات القديمه، الجيتارات اللي هو سوبر الارتكليشن، الفوكلز نزلوا في اشياء جديده، البركيشن اللي هو الايقاعات، هاي الدرام كيت كلها هني الايقاعات، ذيتني حق الدرام كيت موجودة هني، الكاليمبا والستيل وهاي الأمور كلها موجودة هني، وكل شيء موجود عندك كأنك أنت قاعد في أرينجر، بس ليفرق إنه تحطه في البيت في مكان هادي وتعزف. على فكرة هذا جاي بدون الظهر، نفس بالضبط موجود على شكل البيانو اللي يسمونه هم البرايت بيانو، يعني هذا جاي سيد مسطح تروم تحطها في اي زاويه، نفس بالضبط لكن جاي على شكل بيانو اللي في ظهر اللي يسمونهم الكونسرت بيانو الكبار هذيلا، نفس الشيء بس هذاك سعره يختلف وهذا يختلف سعره. والى اللقاء ان شاء الله مع معلومه جايه جديده، جينوس 2 نزل راح نعمل عليه ان شاء الله، جينوس 2 راح نعمل عليه فيديوهات ونعرف الناس شو الفرق ما بين جينوس 1 و2، وكذلك نازل المونتاج السينثسايزر مونتاج ام، المونتاج اللي قبل كان اسمه مونتاج، الحين السعر الموديل الجديد مونتاج ام. ومع السلامه.